انا الاربع تصبيح نخرج بدلي قصد بربي في جماعه النار، دخلت عليا بنتي عمرها 4 سنين تزيد يا ربي تقول يا ربي اشفيني بابا اشفيني بابا. انا معزه قاعد كل يوم نمنع، خاصه في ريت كورونا اختي لا زيد تعبت برشا ريت كورونا، معناتها ما يحبوش حتى يدخلوني الطب. حالتي انا تخوف النجم نموت في اي لحظه. الطب اللي في الكياس نبهوا عليه قالوا لي ما عادش تبعد لبعيد، الاكسجين ولا وصل بالسيف الراسي، نتنفس بصعوبه كبيره برشا. لا اله الا الله محمد رسول الله. مشيت لطبيب بروفيسيونير طلب عليه قريب 70 مليون، هزيت له 10 ملايين، قلت له احسبني خوك احسبها صدق عاوني عايش خوك، ما انا زوالي ما عنديش خوات، عندي كان زوز بنات، واحده توفيت واحده ما رجلها، ونعيش راسي راس ولادي، ولادي صغار وراسي راس. ما راني الا معناتها ما قالي كلمتي، قالي كلمتين ما ننسامش للموت، والله 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 قالي هك بالحرف بالحرف، قالي راني انا ما نعاونش نخدم على روحي. قلت له بارك الله فيك تعاوني تعاوني يا ربي. ما كنتش نتصور مش نتيح التيحه هذيك الكلها، معناتها وليت نعوم بدمي انا في الكياس اختي، حتى مرضي ما نعرفوش شنو من الاول، تشوكيت شنو عندي، نعرف روحي ما عندي حتى شيء اختي. فزني الحمايه مشكورين الامن، ومره اخرى كما قلت لك الشعب التونسي يرحم والديهم بارك الله فيهم، والله نسى رجال على ركيب يبداو يتبكاو عليا. صحيح انا حالتي تتكلف برشا فلوس، انا ما عنديش اختي، انا واحد من الناس اختي، انا كي خرجت من الكوره انا رجعوني من البحر، انا اختي العزيزه الغاليه انا جريت على الحرقه رجعوني من البحر، عاملين اتفاقيه معناتها مع ايطاليا وياخذوا علينا في الفلوس. اي انت كي رجعتني شوف لي حل، احميني امنيا وصحيا، اعطيني حقي، ما طلبت حتى شيء. انا امنت بالقضاء والقدر، هذا حكم ربي وابتلاء من عند ربي، وان شاء الله ان شاء الله دعوه بنتي تمشي في بلاصتها وكاو. سيادتك مواطن تونسي، تو تعرفنا بروحك الاسم واللقب ومنين جيتنا، قلت انك تعرضت لمظلمة كبيرة حسب كلامك بطبيعة الحال، تقول انه صار خطأ طبي ادى الى وفاة الوالد متاعك، وعندك ما يثبت الكلام هذا، تقول انه ايضا صار خطأ طبي اثناء عملية ولادة زوجتك، وايضا انت حامل لمرض يتمثل في صعوبة وصول الاكسجين للمخ، وتعرضت ايضا بدورك ل خطأ طبي. كان تبدلنا الحكاية من الأول، شنو اللي صار بالضبط مع أبوك الله يرحمه، مع زوجتك ومعك أنت؟ أنا فؤاد بن سالم لاعب نادي الرياضي البنزرتي سابقا، حاليا توا نخدم في شركة حكومية، تعرضت لمظلمة كبيرة برشا، ولتوا قاعدة تتمادى الحكاية هذه، حتى تمادت مع حتى مع بيت أخرى. أنا بابا الله يرحمه تسكر عليه فس، وصل الحي معناتها للمستشفى ملوح بابا في البلانكار، معناتها ما جاتو حتى واحدة، حطت له اكسجين بابا توفى الله يرحمه، وغزروا لي قالوا لي راهو عمره عمره. قلت لها اختي اخدمي خدمتك وبعد قولي عمره، ماكش داخله في عالم ربي، انت مش تقيمي العباد شكون اللي مش يتوفى ولا شكون اللي مش يمنع، اخدمي خدمتك وبعد قولي لي الله يرحمه راهو عمره. انت ما خدمتيش خدمتك، لا حطيت له الاكسجين ما جاتو حتى واحدة. نفس معناتها الكا اللي صارت على بابا من بعد. والله ما نعرف انا الوقت هذاك، انا تصدمت ما نجمتش حتى مش اروح بيه، انا ما نجمتش اروح بيه، معناتها اروح بيه معناتها عائلتي وجيراني روحوا بيه، ما نجمتش ما وحبست على بلاصتي وطحت بالوقت. وقتها اول وفاه تصير لي انا في العائله، واصعب حاجه في الدنيا هو الفريق، معناتها الوقت هذاك ما عادش نجم تعمل حتى شيء، عايشك عايش اختي تعيش وترحم. نفس الكلام اللي صارت مع بابا صارت مع زوجتي. زوجتي على باب ولاده في شهر 7 كان ذكرني يا ربي. انا مشني طبيب ما نعرفش، انا احنا عندنا زوز مستشفيات في بنزرت، خذيت تاكسي معناتها طاحت لي في اللوطا وتسكر على النفس وتقلبت عينها. انا مشيت طول نجري للسبيطار الاستعجالي وقت قبل ما يسكر السبيطار نتاع الولاده تو يصلحوا فيه، قالوا لي ماهيش خدمتنا نحن، خدمه سبيطار الولاده. نمشي سبيطار الولاده ناخذ تاكسي نعاود نمشي بها،
وما شافوهاش معناتها جيست بالكلام وكا وناس ماهيش قاعده تخدم وتضرب في شاريات وما فماش شكون يطبق عليهم القانون. انا ديجا كي مشيت تشكيت للمدير نتاع المستشفى وحكيت معه باخلاقه وبالقانون، قال لي انت صاحب قانون لعبه تحكي بالقانون، تنوريك القانون ما برمش يشكي بينا وتو نشوفوا شكون مش حاسب صاحبه بالقانون. لا اله الا الله محمد رسول الله. ناخذ تاكسي نابط لسبيطار ولاده، قالوا لي ماهيش خدمتنا نحن، مازال شهر خدمه سبيطار بوقتفه. قلت لهم هي ماهيش مش طول تقول لي موش شهر تسكر على نفس شوفوها اش عندها واش ما عندهاش وبعد قل لي ماهيش خدمتنا نحن باش انا نعرف وين نهزها. وحكيت معهم اخلاق وتربيه وما ما رديتش حتى فعل. خد الوقت هذاك ما يزمكش مش ترد الفعل خاطر شي تنجم تخسر زوز ارواح. ما حبوش يقبلوها اصلا، قالوا لي ماشي خدمتنا نحن مازال شهر. نعم لكن ناخذ تاكسي نعاود نطلع سبيطار ولاده من نهار السبت الخمسه نتاع العشيه حتى نهار الاحد نصلي، اقسم بالله والقران والكريم ورحمه بابا ورحمه اختي لنزيد عليك كلمه اختي. من نهار السبت الخمسه نتاع العشيه حتى نهار الاحد نص الليل وانا تاكسي طالع تاكسي هابطه، نفس الكلام اللي قاعدين يقولوا فيه. نص الليل وصلت لسبيطار بوقتفه. الحق نتاع ربي، انا بابا الله يرحمه ديما يقول لي قبل ما تاخذ حقك يلزمك تعطي حق الناس، هذه الكلمه ما ننساهاش لين الموت، يلزمنا نعطوا حق الناس. جات طبيبه تخدم نص الليل، طبيبه جراحه الله يرحم والديك والديها والديها، وقفت معايا فما تشافتها لقات المسار نتلواو. انا مشيت زدت اكدت بعيني باش انا كي نحكي نعرف روحي فاش قاعد نقول في كلمه الحق ولا انا زعما غلط زعما ولا ما غلطش. شفتهم بعيني نغزر لهم مشيت نشوف طلعوا يجراو بها تروازيام ايتاج يجراو بها جري بالكروسه. نقذت الحق نتاع ربي طبيبه هذيا من الموت وقالت للزملاء قالت لها لو كان زادت شويه تتوفى. بألطف الله منعتني من الموت هي والغشير. وبعد عامين اخرين عايشك يرحم والديك، بعد عامين اخرين ولا عام نفس معناتها السيناريو اللي تعمل للبابا في نفس المستشفى. انا في بنزرت نعيش وفي بنزرت نخدم في نفس المستشفى. يحكم القضاء والقدر عليا اللي انا مشني ممرض و30 سنه انا سبورتيف، انا 30 سنه سبيطار ما نعرفوش ما نعرفش شنو هو فيه من الداخل حتى اصلا ما نعرفش شنو هو فيه. في النادي اللي رادم بنزرتي انا بيدي تفاجات معناتها ما كنتش نتصور مش نتيح التيحه هذيك الكلها، معناتها وليت نعوم بدمي انا في الكياس اختي حتى مرضي ما نعرفوش شنو هو من الاول. تشوكيت شنو هو عندي، نعرف روحي ما عندي حتى شيء اختي. تبعت 20,000 طبيب في طبيب باش انا وصلت نتيجه شنو هو المرض انا اللي عندي اختي العزيز. تعبت توا طبيبه الله يرحم والديها بارك الله فيها واقفه معايا يعطيها الصحه، نعدي بالفلوس قالت لي القلب والراس يخدموا مع بعضهم. قالت لي الانسان اللي ما عادش عنده ليكيريب ما عادش ينجم يتنفس ويتسكر عليه نفس على الاخر ويطيح في اللوطا ويولي الدم يجري من الخشام، قالت لي هذاك الاكسجين ما عادش وصل للراس. بعثتني معناتها عملت تصور على الراس، قالت لي مبروك الحمد لله طلع الراس ما فيه حتى شيء لاباس والحمد لله جوس الاكسجين ماهوش واصل مليح. عطاتني دواء وسبقتك بالحديث كرشي تنفخت، عطاتني دواء باش تفشت كرشي وعطاتني دواء باش الدم ما عادش يجري. بون تعب شويه ما خير من قبل الحمد لله، خاطر قبل انا كنت نتيح بالمرتين بثلاث مرات كل يوم الحمايه تجي تهزني ونساو رجاله الله يرحم والديهم. نحب بالمناسبه نكرم الشارع التونسي يرحم والديهم ونساها برجاله وبالامن وساعه ساعه يتعداو طبه زاده يعطيهم الصحه بارك الله فيهم ويخلطوا عليا حتى السبيطار يطلوا عليا يجيو بخاطري انا يعطيهم الصحه بارك الله فيهم. من نجمو كان نشكرهم العباد هذوما. لا اله الا الله محمد رسول الله. انت تعبت برشا تعبت برشا معناتها انا ينقذوني في الكياس والحمايه زاده مشكوره يعطيهم الصحه يحطوا لي الاكسجين في الكهرباء. وكي نوصل للمستشفى فما زريقه اختي تاع اكسجين ب 70 دينار. ش تقول لي في المستشفى؟ تقول لي برا قوم جيب الفلوس وجيب الكرني. انا في الوقت هذاك ما نجمش نقوم. خذي بطاقه تعريف عاملي لي زريقه وخلي بطاقه تعريف عندك وبعد نجيب لك الكرني ونجيب لك الفلوس. انت تقول لي قوم برمش يجيب الفلوس، انا مش نجم نقوم. كان جيت نجم نقوم راني قمت في الكياس وروحت. انت تعبت برشا انا وزاد معناتها المستشفى ولت لي عقده انا في المستشفى. ما يسعفونيش ما تجيني حتى واحده تحط لي الاكسجين اختي الا من رحم ربي.
ساعة نقعد أنا بثلاثة سوية بالأربع سوية في الوطن فرفت وما تجيني حتى واحدة ونسمع فيهم يبدأوا يضحكوا. منهم واحدة كلمت عليا معناتها الأمن، جاء الأمن ونحب نشكر الأمن مرة أخرى. قلت لهم هذا يشوفوا له حل، هذا يستعمل في المخدرات ويستعمل في الكول، لأن أنا معناتها إنسان سبورتيف، مع عمري ما تكيفت أنا الدخان، دخان دخان نورمال ما تكيفش أنا، تهمتني لأن نستعمل في المخدرات ونستعمل في الكول. قلت لهم شوفوا له حل، هذا كل يوم جيب لنا فيه الحماية. الأمن شافني معناتها يعطيهم الصحة مشكورين، أعطوني حقي، القوني معناتها لا نشرب فلا لا في الكول ولا نستعمل لا في المخدرات، وقالوا لهم راهو هذا مريض تلاقوا بيه وشوفوا. ومعناتها ما تصنتني حد في المستشفى، تو قاعد نعدي بالفلوس عند طبيبة الله يرحم والديها والله يكثر منها الناس. لا إله إلا محمد رسول الله، عطاتني دواء تو خير من القبال تحسنت الحمد لله. الحمد لله مشيت للطبيب بروفيسيونير سبقتك بالحديث، انا مختص في المرض نتاعي، انا بعثوني لي الاولاد. صحيح انا حالتي تتكلف برشا فلوس، انا ما عنديش اختي، انا واحد من الناس اختي، انا كي خرجت من الكوره انا رجعوني من البحر، انا اختي العزيزه الغاليه انا جريت على الحرقه رجعوني من البحر، عاملين اتفاقيه معناتها مع طالي وياخذوا علينا في الفلوس. اي انت كي رجعتني شوف لي حل، احميني امنيا وصحيا، اعطيني حقي، ما طلبت حد شيء. حرقت وقتها، خرجت من الكوره ما عنديش مستقبل، شديت السوق نتاجر نجي لتونس لانا نسلع، ما فما برشا مشاكل معناتها ما نخلصوش، نحن نخدموا تحت الحيط معناتها، انت صاب فوضوي فهمت، ما ساعدتنيش الحق نتاع ربي. نحب نخرج لتاليا نخدم على روحي، نكون نعمل مستقبل كيما العباد كي والناس، ما رانا الا معناتها تونس الوحيده اللي عاملين اتفاقيه مع طالي ياخذوا علينا في الفلوس. انت كي رجعت يا خويا من البحر وتاخذوا علينا في الفلوس، اي شوف لي حل، انا ما طلبتش لا فلوس لا طلبت لا طلبت لا دار لا طلبت كهرباء لا حتى شيء، انا بداري الله يرحم من خلاني الدار ونخدم بشاريتي مع الدوله الحمد لله، يا ربي ربي يفضل لي بلادي تاج فوق راسي هذيك بلادي، مي اعطيني حقي، ما طلبت حتى شيء، اعطيني حقي، احميني انا امنيا وصحيا. حاولت نحرق، رجعت للسوق للتجارة، لا إله إلا محمد رسول الله، حتى اللي نايب ربي معناتها دخلت تو في شركة حكومية نخدم لباس والحمد لله. جست أنا الحكاية مترسمت جست أنا الحكاية هذه قلقتني برشا، على خاطر شي أنا مشيت طبيب بروفيسيونير، على خاطر شي حالتي أنا تخوف النجم نموت في أي لحظة. الطب اللي في الكياس نبوا علي قالوا لي ما عادش تبعد لبعيد، الأكسجين ولا وصل بالسيف الراسي، نتنفس بصعوبة كبيرة برشا. لا إله إلا محمد رسول الله، مشيت للطبيب بروفيسيونير، طلب علي قريب 70 مليون، هزيت له 10 ملايين، قلت له احسبني خوك، احسبها صدقه، عاوني عايش خويا، ما انا زوالي ما عنديش خوات، عندي كان زوج بنات، واحده توفيت واحده ما رجلها، ونعيش راسي راس ولادي، ولادي صغار، وراسي راس ما راني الا معناتها ما قال لي كلمتين، قال لي كلمتين ما ننساهمش للموت، والله 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 قال لي هكا بالحرف بالحرف، قال لي راني انا ما نعاونش نخدم على روحي. قلت له بارك الله فيك تعاوني ربي، انا الاربع تاع الصباح نخرج قصد بربي في جماعه النار، تخلط عليا بنتي عمرها 4 سنين، تزيد يا لربي تقول يا ربي اشفيني بابا اشفيني بابا، انا معزه قاعد كل يوم نمنع، خاصه في مريض كورونا اختي العزيزه تعبت برشا، هي كورونا معناتها ما يحبوش حتى يدخلوني الطب، تزني الحمايه مشكورين الامن، ومره اخرى كما قلت لك الشعب التونسي يرحم والديهم بارك الله فيهم، والله نساء ورجال على ركيب يبداو يتبكاو عليا. هو الدواء نتاعك يتكلف برشا، لازمك اقامه في المستشفى، قالوا لي يلزمك ترقد، ما عنديش انا عمليه، انا صاحبي كيف يخدم معايا ان شاء الله ربي يشفيه ويشفي امه محمد، اما هو عنده عمليه تكلفت له ب 30 مليون قالوا له قلبه الكل قلبه تعب، انا بدني الكل لاباس، القلب لاباس والراس ما في حد شيء لاباس، جست الاكسجين وصل بصعوبه للراس. الحل قالوا لي لازمك ترقد، طلبوا عليه فلوس كبيره، هزيت له 10 ملايين الطبيب هذا، قال لي نخدم على روحي ما نعاونش، قلت له تعاوني طيب يا ربي. شويه ما تكفيش، ما نكذبش عليك، انا زدت تعلمت حاجه كبيره برشا، وليت نامل بالقضاء والقدر، انا لو كان توي عيطوا لي مش يعدوا عليا بلاش انا ما نمشي لهمش، ما نمشيش ما عادش نمشي. امنت بالقضاء والقدر، هذا حكم ربي وابتلاء من عند ربي، وان شاء الله ان شاء الله دعوه بنتي تمشي في بلاصتها وكا عايشه. نطلب من المسؤولين اللي يسمعوا فيا ان شاء الله ربي يهديهم، وان شاء الله يتلفتوا للزوال، على خاطر الناس اللي لبس عليها عندها الفلوس تنجم تعدي، ونحن الزواوله
ما نجموش، فلوسنا ناقصه. حتى كي تمشي فهمت ما يعدوش عليك، يقول لك لما تجيب فلوسك كامله. انا كسيبه عندي 10 ملايين ما نكذبش عليك، عندي 10 ملايين حطتهم في الدار على مرض على موت على حياه، زيتهم له الكل والله 10 ملايين قاتلوا ولادي. قال لي انا نخدم على روحي ما نعاونش. قال لي برمشي يخوض قرض ولا تسلف ولا هكا بينا تليفون كلمني. تعبت برشا في بلادي، تعبت برشا اختي. قديش لازم فلوس باش تبرع؟ هو قيم لي قال لي بتاع حكايه 70 مليون. هو يخدم في الكلينيك، عندهم كابينات البرة، بنساء ورجال برشا عاملين كابينات البرة ويخدموا في الكلينيك، على خاطرش انا حالتي ارجوم ما يساعدنيش نمشي للمستشفى ونقعد نستنى عامين ولا ثلاث سنين. انا ديجا مع خاطرش ناس بكري يقولوا ما يحس بالجمله كي يلعب سالي. انا ديجا مشيت للمستشفى، اعطوني موعد بعيد، حاولت الطبيب قلت له قرب لي راني نمشي ونتيح ما نجمش، قرب لي اعطاني موعد بعيد برشا قريب العامين. انا نكلم فيه نحاول فيه وزميلته تعمل لي يخرج احمد ربي عطاك الموعد هذاك ما زادش بعد. قلت له اختي نحكي مع المسيح مش نحكي معك انت. اعطاني قريب العامين ما نكذبش عليك، انا لوحتهم الاوراق وروحت. قالوا لي ما انت زملائي اللي يخدموا معايا قالوا لي نورمال ما تلوحهمش، تستنى ما تخسر حد شيء، تستنى ما عندك ما تعمل ما عندكش فلوس. قالوا لي مش تمشي للكلينيك، تولي تستنى في السبيطار ما تلوحهمش الاوراق. ان شاء الله ربي يهديهم المسؤولين، ان شاء الله معناتها يتلفتونا ويعاونونا، معناتها يوقفوا معانا في الامراض الصعيبه هذه، خاطر شي برشا كيفي هكا عندهم امراض مزمنه وتعبين برشا ومش لاقين مش يدو. انا نعرف والله فما عباد انا ما عنديش حق الدواء، تو اني نخدم انا ومشني خالط، فما ناس ما تخدمش والله بعيني، اقسم بالله بعيني نغزر لهم، معناتها الناس ولات تاكل معناتها من البوبالات، معناتها حتى الماكله ضروها العباد ما عادش خالطه معناتها حتى على المعيشه اختي. وان شاء الله ربي يبقي الستر